مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا، محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لمباراة نهائي الدوري العام بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك من صالة الدكتور حسن مصطفى. اللقاء الأول انتهى بفوز النادي الأهلي بثلاث أشواط مقابل لا شيء، واللقاء الثاني استطاع نادي الزمالك أن يفوز بثلاث أشواط أيضا مقابل لا شيء. بداية اللقاء قدامنا الكابتن إبراهيم فخر الدين، وقدامنا تاتيانا ودعاء الغباشي وميار خليفة في بداية اللقاء. هل هيتم التغيير كما تفضل الزملاء سواء الأستاذة مريم سميح والزملاء الكابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم في تغيير بعض البوزيشن أو الوقفة اللي موجودة جوه الملعب؟ ده اللي هنشوفه في بداية اللقاء. زي ما احنا شايفين نادي الأهلي بادي بنفس الوقفة اللي كان بادي بيها، وأيضا نادي الزمالك قدامنا بيبتدي أيضا بنفس التشكيل المتوقع اللي هو موجود، مريم متولي وميلكا، والناحية التانية طبعا مصادر القوة في تاتيانا وسارة أمين واللعيبة اللي موجودة. بداية اللقاء الشوط الأول من نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات، قدامنا بداية اللقاء أهو وكله بيتكلم مع بعض في بداية إن شاء الله تبقى موفقة للأحمر ولنجمات النادي الأهلي، ما بين داخل الملعب طبعا مي غزال بره موجودة جاهزة، ميار خليفة وآية خالد في مركز ثلاثة، دعاء الغباشي موجودة وتاتيانا وآية وسارة أمين أهو. هنشوف هي دي محور الارتكاز، هتلعب في أربعة ولا هتلعب في اتنين؟ قدامنا بتلعب في مركز أربعة على خط المعدة، و بيبقى في تغيير طبعا موجود، وسارة أمين بتلعب في مركز اتنين كالمعتاد. بدأ الكابتن إبراهيم كما تفضل الكباتن في الاستوديو بتغيير المعدة، حطها في مركز واحد أهي دعاء محمد، وبدأ بيها في مركز واحد، و على النقيض دانا بتلعب في مركز ستة، بادي بيها المدير الفني حسام شكري في مركز ستة. إذن هنشوف دلوقتي هل تغيير البوزيشن اللي موجود هيأثر على أداء اللعيبة واللفات، ولا هيقدر يبقى في حوائط صد جيدة، وخصوصا ان معظم الضرب لتاتياني. ملك على الارسال، استقبال من دعاء، كوره بتترفع باك بتتشاط من مركز اتنين، واعني تاتيانا اول كره ليها قويه من بين حوائط الصد، واحد النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك. تاتيانا على الارسال، ارسال وكرة من مريم متولي ورفعة من مايا، بتشوط كرة قوية وبترجع من ندى وليد ليبرو منتخب مصر والنادي الاهلي بشكل جميل، بتشوطها في الشبكة داليا المرشدي اهو. اتنين الاهلي لا شيء الزمالك في بداية اللقاء. تاتيانا على الارسال، ارسال على مريم وكوره بتترفع، وتاني مايا وبترجع بتفنس وبترجع تاني مش مظبوطه، وكوره سريعه بتتحط تب من ورا حائط الصد، وبترجع تاني بتحط ساره امين كوره اكتر من رائعه من مركز اتنين في مركز واحد، برست الايد كده بشكل جيد وجمالي،
عايزين زي ما قلنا ننظم اللعيبه. ساره موجوده قوه ضاربه وكل اللعيبه وكوره مايه تاني، وكده في اتجاه واضح جدا من النادي الاهلي. الارسال بيتلعب على مريم متولي قصير، ما بتقدرش تكمل وتضرب وتهاجم، والكرة على طول لازم هتترفع عند مايا ممدوح، وحوائط الصد بتقدر تقفل في وقت جيد. 4-0 واول تايم اوت بيجريه المدير الفني حسام شكري. ارسال طبعا بداية الهجوم واضح فيه، يعني زي ما اتكلمنا في اللقاء الاول كان الارسال قوي جدا والاستقبالات ما كانتش منظمه، فما فيش هجمات سريعه بشكل جيد. اعتقد ده اللي بيتلعب عليه كده. بيوقف مريم متولي عن الضرب من مركز 4 ومركز على سواء داليا المرشدي او مايا ممدوح في حوائط الصد. تاني تاتيانا على الارسال، واستقبال جيد المرة دي، وكرة بتترفع اهو وبتتشاط وديفنس، وبترجع تاني كرة قوية بتحطها في ايد سارة وخارج الملعب. دعاء محمد وخارج الملعب من جنب ايد سارة على طول، متشاطة في الخط. اول كرة حطيتها في الزاوية، التانية حطيتها في الخط. مريم لعيبة على مستوى جيد وعندها حلول. داليا المرشدي على الارسال، وارسال واستقبال وكرة سريعة وبتتضرب وبترجع تاني، وكرة تانية من 4 وبتتشط من دعاء وتفنس جيد، بتتحط كرة من 6 في ايد ملكة في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. حكم دولي اول تغريد خطاب. اتنين الزمالك 4 الاهلي. دعاء ابتدت ترفع سريع من نص الملعب، كرة وارسال وكرة تانية، وسارة بتشوط كرة قوية ولكن في لمس للشباك من حوائط الصد المكون من ندى مرجان ومريم متولي. خمسة النادي الاهلي، اتنين نادي الزمالك. ميار خليفة على الارسال، ارسال من اعلى استقبال من ملكة، وكرة بتتقلب لمايا وبتحط كرة ما بين مركز 5 و6، بتعدل بيها النتيجة 3 الزمالك 5 الاهلي. وعلى الارسال مايا ممدوح، هيا خالد نزلت اهو، وكرة سريعة وبترفعها دعاء واطية شوية من بره التلاتة متر، عملتها فيها فكر ولكن مش هتخلص بالشكل ده. ولكن ابتدى النادي الاهلي يهاجم من نص الملعب، وده احد نجاحات علشان نقدر نريح لعيبة الاطراف اللي موجودة سواء تاتيانا او سارة امين او دعاء الغباشي. يعني مهم جدا. سارة امين على الارسال، يلعب ارسال وملكة بتستقبل وكرة سريعة بتتضرب قوية من ندى مرجان خارج الملعب. واضح في المباراة التانية نادي الزمالك شاط كتير سريع من قلب الملعب، فبيحاول يرجع ولكن الكرة لسه مش ماشية ولا من هنا ولا من هنا. الكرة من 1 ومايا ممدوح وتفنس ولا أجمل، وبترجع تاني وتاتيانا من 1 برضو، وبترجع من أيسل
وبيحاولوا يعدوها. رالي كورتين ورا بعض، هنشوف ايه تاني. وديك جديد وان ليج، ولكن كرة بعيدة من ايا خالد، وبترجع تاني من داليا، وكرة بتحطها بليز جميل دعاء، وبترجع وبرده الديفنس مازال. ورابع كرة بتتحط بشكل جمالي وجيد جدا ما بين الفريقين، بتخلصها مريم متولي بريست الملعب بايديها كده من مركز 4 في 4. دعاء ما كانتش واقفه صح، وبتيجي في ايديها وخارج الملعب. 5 الزمالك 7 الاهلي. رالي شايفين الكوره ما بتخلصش بسهوله، ده معناه اللي فيه تركيز من كلا الفريقين، وكل واحد بيحاول ينفذ التعليمات المدير الفني. ارسال من دعاء، استقبال، وكرة بليس بتتحط وبترجع تاني، وملكة بتشوت كرة قوية، وندى وليد المتألقة، ومن 6 تاتيانا، وأيضا ديفنس، وبتيجي مايا بتشوت كرة قوية وبترجع تاني الكرة وبتتجاب بسهولة، وشايفين في لخبطة، وآية خالد بتشوت كرة روعة ولكن حائط صد جيد، وبترجع وملكة بتحط عزمها كله في كرة اتشاطت، يعني كده جت في دعاء اهي وخارج الملعب. حوائط صد عالية وقوية، ويظهر خدت كوع كده في حائط الصد، ده عادي جدا، ده بيحصل، هتقوم على طول. طبعا طبيب الفريق الدكتورة هدير وحيد والدكتورة ياسمين محمد موجودين معاها، واقفين بيكلم المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين دعاء الغباشي على كرة الديفنس. ومن الناحية التانية أيضا كابتن حسام شكري بيكلم لعيبته على حوائط الصد. 6 الزمالك 7 الأهلي، والفارق قرب. وعلى الإرسال مريم متولي، وشايفين السكرين إرسالها اتلعب من 1 في 4. ندى تروح تاخد الكورة وبترجع لتتيانا المتألقة من مركز 1 في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. 8-6، مدية روح اكتر من ممتازة، بتحاول تحفز اللعيبة وبتديهم ثقة في بعض الاوقات. دعاء الغباش على الارسال، ارسال سائق، الكرة من ملكة وبتلف الكرة وتنزل من مايا، ولكن ديفنس جيد، الكرة أيضا قوية من ملكة ودفنس ولا أجمل، وتاني وحوائط صد المرة دي. أيوة لازم تقلبي كده، أيوة آية خالد من مركز 2، لازم كله رايح مع تاتيانا، وآية تجيد الضرب من مركز 2 والسريع بشكل جيد جدا أهو. غير المتوقع كرة 2، التالتة اتقلبت من دعاء بشكل جيد وممتاز. 9 الأهلي 6 نادي الزمالك. ما زال الإرسال مع دعاء الغباشي، إرسال واستقبال من ملكة، وكرة بتتشاط من دانا وبترجع تاني وبتتحط وبليس، ولكن مرجان بتجيبها بقوة، وملكة بتشوت كرة قوية في ايد حوائط الصد خارج الملعب. حوائط الصد عالية ما بين دعاء وآية خالد، فما فيش قدامها لعب غير في التاتش اهو، لإما تحط في ايديهم كرة قوية وتيجي خارج الملعب، لإما تلعب في التاتش على ايديهم وبره. ندى مرجان، 7 الزمالك 9 الأهلي، وإرسال قوي واستقبال مش واصل، وبتيجي تاتيانا بكرة قوية
اوت اوف سيستم، بتحطها في زاويه قاتله من مركز اربعه في مركز ما بين اربعه وخمسه بشكل جيد جدا. صعوبتها ان هي اوت اوف سيستم وشيطها بالقوه دي. عشرة الاهلي، سبعة الزمالك. آية خالد وارسال قوي وكرة قوية، وملكة بتشوط كرة الرفعة طالعة من ايد دانا خارج الشبكة شوية اهو، وحوائط الصد مقفلة بشكل جيد. بتعدل النتيجة 11 الاهلي، سبعة الزمالك. وآية ارسالها ومريم المتألقة، وكورة بتتشد بقوة في ايد حوائط الصد. خلاص ملكة عارفة طريقها رايحة فين. حط كورة قوية في ايد حوائط الصد وعارفة ان هي هتطلع بره. بالرغم من حائط صد قوي ميار ودعاء. دانا على الارسال وارسال قوي ودعاء بتستقبل، وتاتيانا بتشوط كوره قويه جدا في الخط بتلف بيها ما تقدرش تعمل لها حاجه خالص. دانا 12 الاهلي، 8 الزمالك. ودعاء واتجاه الارسال مهم زي ما شفنا، بيلعب على اهو ارسال في الشبكه في وقت مهم جدا. تعليمات وتوجيهات المديرين الفنيين في اتجاهات الارسالات شيء مهم وجميل جدا علشان حوائط الصد. وبرضو ملكة تضيع ارسال، عايزة تحط ارسال من خمسة في مركز خمسة ورا عشان الاستقبال ما يتظبطش، ولكن طلع خارج الملعب. تيتيانا وارسال قوي واستقبال من ايسل، وكرة بتترفع وضرب قوي من مايا ممدوح. اتعرفت البوزيشن ده على طول اللي بيضرب فيه مايا ممدوح، وبيرجع تاني الارسال واستقبال وكرة قوية وبتتشاط، عايزة تعدي من بين ايدين حوائط الصد. الكرة بتروح في مكان تاني خالص. الفارق بيقل، داليا المرشدي، والفارق بقى نقطتين، 11 الزمالك 13 الاهلي. وارسال واستقبال وحش من تاتيانا، وبتعدي الكرة سهلة وفي سريعة يدخل اهو، والكرة اتشاطت وزي ما احنا شايفين وفي اعتراض، ولكن الحكم الثاني مشيرة اعتقد بلغت في ان الكرة لمست ارضية الملعب، ولكن هي ما لمستش قوي يعني مش واضحة بالنسبة لنا. كرة وارسال واستقبال وبتتضرب من دعاء في الخط بشكل جيد، بتعدل بيها النتيجة دعاء. 14 الاهلي 12 الزمالك، ولسه الشوط الاول ما فيهوش ثبات في المستوى. كرة من هنا وكرتين من هنا، خطأ من هنا وخطأ من هنا. ميار واستقبال وكرة سريعة وبتتحط بليس، ولكن بتتجاب المرة دي وبتترفع من ستة وبتريبل بلوك، بتحط كرة من فوق حوائط الصد تاتيانا
في قلب الملعب محدش يعمل لها حاجة. اهي ايسل بعيدة جدا، ولكن الكرة دي بتاعت ايسل. 15 الاهلي 12 الزمالك، والحلول دايما في النادي الاهلي عند تاتيانا بشكل جميل. وكرة بلوك حائط صد قوي من آية وسارة أمين قدامنا، نازلة كده فيها مريم متولي، تحس إن الكورة مقطومة مش مشدودة. الفارق زاد 16 الأهلي 12 الزمالك. ميار خليفة بإرسال جيد، استقبال من ملكة، وكورة بتتقلب وبتحط برضو مايا ممدوح. كورة من اتنين في الخط عندها حلول نادي الزمالك. اهو بيقلب كورة بشكل جيد، لسه كورة اربعة ما اتظبطتش من دانا. وارسال واستقبال، كورة بتترفع وبتتنزل، وكورة جت في حوائط الصد جميلة وبتنزل في الملعب. 17 الأهلي 13 الزمالك. بصوا سارة في مركز اتنين، ولكن تاتيانا بتضرب من واحد وبتوسع لها بصراحة. دعاء بتديها الكورة من أي مكان، وهي التانية بتروح معاه الكورة وبلوك، ترجع تاني ومريم بتعدي كرة سهلة، كرة تانية من دعاء وتفنس، وبتتشد كرة قوية وبتتحط وتفنس، وبتجيب الكرة متولي وترجع تاني وتاتيانا وتفنس ولا أجمل، وهتتقلب في واحد وتشاطط من مايا ممدوح في إيد تاتيانا بتعدل النتيجة. 14 الزمالك 17 الاهلي. حل من حلول مايا ممدوح بشكل جيد جدا. كده عرفنا ملكة ومايا ممدوح هما محاور لعب نادي الزمالك، والناحية التانية تاتيانا. تغيير طبعا الدكتورة ياسمين محمد اهو يظهر، خدت كورة في صباعها عادي جدا بيحصل. بتنزل طبعا شروق مكان شروق فؤاد مكان دعاء، وارسال واستقبال وكوره، وكوره جميله بتتحط من دعاء ورفعه ولا اجمل من شروق. تمنتاشر الاهلي 14 الزمالك. دعاء غباشي على الارسال، تلعب ارسال في الشبكه في وقت مهم. اعتقد كابتن ابراهيم بيتكلم مع دعاء علشان الارسالات. بتنزل طبعا اللاعبه رقم 11 سمين حسن على الارسال مكان ندى مرجان، تغييرة من المدير الفني حسام شكري، اكيد ارسالها جيد. 18 15 ارسال واستقبال وكورة وحائط صد، وآية خالد بتشوط كورة قوية بتيجي في ايد حوائط صد ملكة وداليا المرشدي وخارج الملعب.
ابتدى يبقى في حل من حلول، بدل ما الكل واقف مستني تيتيانا، بقى في آية وكرة قوية بإرسال أكتر من رائع يعني. بيجي الكرة ما بين مريم متولي و ايسل وتايم اوت بيجري المدير الفني حسام شكري. 20 الاهلي 15 الزمالك. توجيهات وتعليمات واضحه جدا. تيتيانا لو واخدين بالنا بتضرب من واحد وبتضرب من سته، موجوده في الملعب بشكل جيد جدا بتستغل، ولكن برضو آية خالد عملت حل من الحلول بضربها بكور من اتنين سواء سريعة في مركز اتنين او بتبقى الكرة ماشية بتاخدها في الخط بشكل او في الزاوية عفوا بشكل جيد جدا. كرة تانية بإرسال تاني ولا أجمل ولا أروع من آية خالد، بتيجي الكرة في نت الشبكة وبتنزل في الملعب. اتنين إيس لآية خالد. 21-15. إرسال واستقبال وكرة سريعة وبتشوطها داليا المرشدي في ايد ميار خليفة وخارج الملعب. اي كرة مظبوطة من المعدة بتترفع سريع على طول من دانا شوقي. دانا شوقي على الارسال وكرة وارسال واستقبال من سارة وبتترفع وتاتيانا بتشوف كرة قوية. خلاص ابتدت الأمور تبقى متاخدة بشكل جيد. ست نقاط فارق بيلعبوا بأريحية طبعا. مهم جدا استقبال وإرسالات النادي الأهلي كانت أكتر من رائعة في الشوط ده. إرسالين آية اهو الكرة مظبوطة على طول داليا سريع وبترجع تاني تاتيانا. ديفنس جيد وكرة بتترفع ومن ستة بتشوط كرة قوية مريم متولي وبترجع تاني وسارة وكرة تانية ومايا ممدوح وديفنس من دعاء. كرة تانية من تاتيانا وبتشوط كرة قوية في مركز خمسة بنقطة مباشرة. كرة جميلة من شروق محطوطة بشكل جيد. 23 الأهلي 16 الزمالك. شروق فؤاد وخبرة بقى كبيرة. إرسال جيد وأيسل وكرة تانية سريع بتتشاط. بصوا في علاقة ما بين دانا وداليا المرشدي، سواء الكرة سريعة مقفولة كلوز عليها أو بتزقها لها شوية بعيد عن إيد حوائط الصد عشان تقدر تحطها في الزاوية أو في الخط براحتها. ملكة واستقبال وكورة بتتشاط من سارة أمين بتيجي في إيد مريم وخارج الملعب. مريم متولي لسه ما قدمتش مستوى الشوط دوت. 24 الاهلي 17 الزمالك وارسال واستقبال وكره سريعه وبتشط بقوه، وده اللي انا اتكلمت معاكم فيه. قلت اي كره هتيجي مظبوطه دانا شوقي هترفعها سريع.
24 الاهلي 18 نادي الزمالك، وبتنزل نور ايهاب عزمي على الارسال مكان داليا المرشدي، وبيحاول ارسالها واستقبال وكوره، وكوره بتتشط بقوه وبترجع تاني من دعاء وبتيجي ومن سته صاحبه الحلول، وديفنس ولا اجمل، وايضا برضو من سته ملكه وبتيجي الكوره وبتترفع، وميار خليفه بترفع كوره جميله جدا ما حدش طبعا توقعها منها لتنهي الشوط الاول 25-18 بدايه شوط اول لنادي الاهلي. وان شاء الله يفضل التركيز وتنفيذ التعليمات واضحه جدا على اداء لاعبتنا لاعبه النادي الاهلي. فاصل ونعاود معكم الحوار في الشوط الثاني. كابتن حسام شكري، وايضا هنشوف هيحصل ايه. سبتك اهو مثبت البوزيشن المعده في واحد للمره الشوط الثاني، ورجع المدير الفني حسام شكري دانا شوقي، حطها في مركز اثنين، غير البوزيشن، وشايف دلوقتي الكابتن محمود الوزير ومحمد حسن المدرب العام ومحلل الاداء مع الكابتن ابراهيم فخر الدين، بيشوفوا الدورانات واللفات ومين واقف قدام مين ومين بعيد عن مين في حوائط الصد، ومين مفاتيح لعب كل واحد، وبيحاول اهو يشوف هيتصرف ازاي وهيعمل في كل بوزيشن الاتاك بتاعه او الهجوم هيبقى من انهي حته. لا شغال بس هو مش دعاء محمد على الارسال، وارسال واستقبال، وكره بتتجاب سهله وبترجع لصفوف النادي الاهلي، وكره قويه وسريعه وتفنس، وتاني ملكة بتشوط كرة قوية من جنب ايد حوائط الصد، ملكة الشوط اللي فات كانت واخدة دعاء محمد لفتين، دلوقتي ملكة هتاخد سارة لفتين، ودعاء لفة واحدة، ارسال واستقبال، وكرة قوية بتتضرب من تيتيانا من مركز اتنين، بتحطها في زاوية جميلة، من جنب ايد حوائط الصد، وفي مشكلة في الديفنس، 1-1. استقبال مريم، وكرة بتترفع، وملكة بتشوط كرة قوية خارج الملعب، خارج الملعب واضحة، اتنين الاهلي واحد الزمالك، بين الكرة اللي فاتت لفة بيها خارج الملعب، وما زالت تتيانا على الارسال، وملكة بتستقبل، وكرة بتترفع، ومية ممدوح، وتاني كرة خارج الملعب، 3-1 الزمالك،
الارسال مهم جدا، بيلعب على ملكة علشان يوقفها من الاستقبال من الضرب، ولكن كرة بتتشط من داليا وبترجع تاني وبتنزل بليز وبتشدها، والمرة دي بتسقط كرة، ولكن ندى وليد صاحية جدا وكرة قوية بتتشط من سارة في ايد حائط الصد داليا المرشدي بشكل جميل جدا. 2-3 الأهلي. اهو ابتدى يشوف هيوقف دي ازاي ملكة بارسالات عليها بشكل جيد، والناحية التانية برضو استقبال وكرة بتيجي بتعدي وكرة قوية، ودعاء بتقع بتتخبط في كرسي الحكم، والدكتورة ياسمين محمد بتروح لها خبطت في كوعها. دكتورة ياسمين بتحاول كرة اهي اهي اتخبطت جامد، نزلت على كوعها واضح جدا. سلامات يا دعاء. 3-2 الزمالك. حكم تغريد خطاب استدعت سارة وأيزل عشان مفيش كلام جانبي، كل واحد بيوجه للمدير الفني. ما زالت ملكة على الإرسال، وإرسال وبتستقبل ميار المرة دي، وكرة قوية من سارة وتفنس ولا أجمل، وبتتقلب كرة أقوى في إيد حوائط صد خارج الملعب، في ايد حواط الصد وخارج الملعب دعاء وميار، واول تعادل 3-3. ارسال قوي مرة دي ملكة، وكرة بتتحط من دعاء بشكل جميل جدا من فوق حواط الصد في مركز واحد محدش يجيبها، وفي عدم انضباط في الديفنس في صفوف نادي الزمالك. 4-3 الزمالك، وارسال وكوره ومايا ممدوح، ولكن حائط صد قوي من دعاء الغباشي وآية خالد بشكل اكتر من رائع في كوره قويه اهي راحت واقفة، دعاء في مكان جيد مثبتة آية طلعة قافلين الملعب. 5-3 الزمالك. ميار خليفة وإرسال واستقبال وكورة سريعة بتتضرب من داليا المرشدي وبترجع تاني وديفنس، ده اللي أنا اتكلمت فيه، كرة مهمة، برافو عليك يا دعاء، بترجع الفارق 3 نقط بشكل ممتاز. اهو كرة اوت اوف سيستم بتحطها ما توقعتهاش ملكة، ولكن المشكلة في دانا في الديفنس، بتقدم ومش واقفة في مكانها، متولي وبترجع تاني وبتحط كورة،
تتيانا من ستة وتفنس ولا أجمل، وتاني دعاء في إيد مايا ممدوح وخارج الملعب. برافو يا دعاء، هي اللي عملت الفارق أربع نقط مهمين جدا. وتايم أوت بيجريه المدير الفني حسام شكري. سبعة الأهلي ثلاثة الزمالك. كل ده عاجبه ماشي ما بيمشي ايدينا معاها من بدري خلاص. احنا بدنا نسلم بدري. يلا يا جماعه يلا يلا شويه حماس. يلا بينا شويه زمالك. زي ما شفنا وسمعنا نادي الزمالك بيتكلم على الروح و الديفنس مهم جدا. ميار خليفة واستقبال اي كلام، والكرة جاية سهلة وبترجع خارج الملعب. وابتدى يبقى في ضغط من لعيبة النادي الاهلي واضح على نادي الزمالك. 8 الاهلي 3 الزمالك من خلال الارسال وعدم انضباط داخل الصفوف الملعب واستقبال مش قوي، وكرة بتتضرب خارج الملعب. ثالث كرة بتتحط بره الملعب من خلال ارسالات النادي الاهلي الموجهة. هو ده اللي الزملاء اتكلموا عليه في اتجاه الارسالات والبوزيشن، وقفات اللعيبة، وكل واحد ينفذ تعليمات المدير الفني بتاعه. ارسال ايضا قوي واستقبال بعيد، وكرة بتيجي وبتتحط. ادي رابع كرة بتتحط من مايا ممدوح في الشبكة. طالما مفيش استقبال جيد مش هيبقى فيه لعب منظم، كله هيبقى اوت اوف سيستم، ومش هيبقى فيه تركيز بالنسبة للاعبات دي ان هم يحطوا الكور في الملعب بشكل قوي. 10 الاهلي 3 الزمالك. 7 نقاط، كان 3-3 بقى 10-3. برافو، وكورة وتفنس ولا اجمل، وبترجع تاني ودعاء بتحط كورة جميلة باك، بتحطها سارة بريست الايد وبترجع تاني. الكورة سهلة، وآية آية آية خالد اهو بدت دعاء تشغل آية خالد من نص الملعب بكورة ممتازة، حطاها في الزاوية بشكل جيد، ولكن حاط الصد جايب شبكة. داليا المرشدي طلعت. داليا وارسال، وتاني كرة بتيجي سهلة وكرة قوية طبعا من جنب ايد فريدة هشام اللي لسه نازلة مكان داليا المرشدي. بتتحط كرة سريعة قوية، ابتدى يبقى فيه سيستم اهو. الماتش ابتدى يبقى فيه سيستم واضح وطريقة لعب واضحة بالنسبة للنادي الاهلي. تايم اوت بيجريه الكابتن حسام شكري المدير الفني لنادي الزمالك. ايوه يا جماعه نكمل في المايوك. كمل يا كمل يا كمل. 1 2 3 اهلي. تركيز واضح من صفوف النادي الاهلي. 12 الاهلي 3 الزمالك. تاني تايم اوت بيجريه حسام شكري. 12 الاهلي 3 الزمالك، والفرق واضح 9 نقاط.
ارسال واستقبال وكرة بتترفع ومايا بتشوط وتفنس جيد وتاني مايا وتفنس ولا اجمل وكرة تانية وبتتشط بقوة من سارة وبترجع تاني ومايا ممدوح وبصوا ميار بتجيب الكرة منين ودعاء بتحط كرة قوية ولكن بتيجي في الشبكة معلش 4 الزمالك 12 الاهلي في شوط تاني مميز ميار خليفة عملت فارق بارسالات بشكل جيد جدا واستقبال وكرة بتترفع تاتيانا بتشوف كرة قوية من مركز 6 13 الاهلي 4 الزمالك وسارة امين واستقبال وكرة بتترفع سريع وبتتشاط من ندى مرجان وبترجع تاني ودعاء ودفنس وبتيجي ومريم متولي وتاني كرة قوية من 6 بتتضرب بقوة ودفنس ولا اجمل وكرة تانية سريعة ولكن في حوائط الصد بتيجي في نت الشبكة ونقطة لنادي الزمالك 5-13 على الله حكايته مايا ممدوح وظاهر طبعا عدم الانتظام جوه الملعب في حوائط الصد وارسال قوي وكرة قوية بتشوطها آية خالد في حوائط الصد وداخل الملعب ابتدي الدعاء تلعب من نص الملعب بشكل رائع جدا بتحسن بيها النتيجة ودعاء على الإرسال دعاء الغباشي إرسال صائد واستقبال وكرة بتترفع ومريم متولي بتشوط كرة ولكن تاتيانا بتحط كرة ولا أجمل وبصوا فين البليس وبيرجع تاني وفي دعاء طلعت كورتين صعبين وتاتيانا بتحط كرة جميلة من فوق ايد حوائط الصد بنقطة مباشرة بشكل ولا أكتر من كده روعة قدامنا اهو عملتها مرة واتنين كرة على شمالها فوق ومصممة 15-5 طبعا ارسال كان قصير جميل ستة 15 و مريم متولي على الارسال ارسال واستقبال من ندى وكرة بتتحط جميلة ولكن ديفنس اجمل وحائط صد قوي جدا من آية خالد ودعاء محمد ملكة ما قدرتش الكرة يتعمل لها ديفنس من سرعتها مريم مصطفى طبعا ابتدت تنزل ايسل الفارق ما كانش جيد في الاستقبال ايه خالد ومريم بتستقبل وكرة قوية من مايا وتفنس ولا اجمل وتاتيانا بتشوط كرة قوية ومريم بتطلع الكرة تاني وتاتيانا تاني كرة قوية وحائط صد وبترجع الكرة لتاتيانا ثلاث كور وبتتاخد الكرة من ملكة من اعلى نقطة بتيجي في ايد
دعاء تاتش وخارج الملعب، شيطها من فوق كده واضح. 7-16 بيدور مين اللي عليه الارسال، ارسال مع ندى مرجان، قدامنا حائط صد ثلاثي مكون من ندى، كرة قوية وتيتيانا بتشوت كرة ولا أقوى، ولكن الديفنس هايل من متولي، وبترجع شايفين متولي نازلة تحت الكرة بشكل جيد، ومن الناحية التانية ندى وليد بتاخد ديفنس من أكتر من رائع في الزاوية، وبترجع تاني وتيتيانا، تيتيانا بتخلص كرة قوية جدا من فوق ما بين مركز 1 و6 بشكل جيد، أهي طالعة وواقفة وشايفة وحطها في مكان قاتل مفيش ديفنس فيه. 17 الأهلي، 7 الزمالك. دعاء محمد على الإرسال، وإرسال واستقبال وكرة سريعة، وبتحط كرة كده ماشية فريدة هشام، يعني سهلة جدا غير متوقعة. بتنزل اللاعبة نوران أحمد مكان دانا على الإرسال، وإرسال نوران واستقبال من ندى، وكورة قوية، وسارة بتلعب على التاتش بشكل رائع في حائط الصد وخارج الملعب. ابتدى يطلع داليا المرشدي ودانا وايسل، و18 8 زي ما احنا شايفين، وتيتيانا على الارسال، وارسال صائد واستقبال من فريده، وكوره الملكه بتحطها قويه في حائط الصد وخارج الملعب. وملكه على الارسال زي ما شفنا اللفتين اللي فاتوا، هتلعب الارسال عند تيتيانا في 1 اهو، وكره تانيه قويه قويه جدا جدا من المتالقه ساره امين من مركز، من دعاء الغباشي عفوا، من مركز 4 بتحطها في مركز 5 بقوه. دعاء عامله فارق جدا، وطبعا صاحبة الارسالات ميار خليفة، واستقبال وكرة بتتحط سهلة، وبترجع تاني وكرة اقوى من سارة امين. برافو عليك يا سارة، برافو عليك يا سارة من مركز 2، وبترجع تاني، ودعاء بتسقط كرة، وحائط الصد جايب شبكة واضحة جدا. كابتن تغريد الحكم الدولي الاول بيصفر عليها اهو، اهي بتتحرك. 20 النادي الاهلي، 9 نادي الزمالك. ميار خليفة على الارسال، ارسال قوي من ميار، ومريم مصطفى بتستقبل، وكورة بتتشاط من فريدة هشام لحائط صد اقوى ولا اروع من آية خالد، متألقة متألقة النهارده آية خالد بشكل فعلا مميز. ميار خليفة، معلش ارسال طبعا موجه ولكن جه في الشبكة،
فريدة هشام ارسال واستقبال من دعاء وكرة بتتقلب وسارة بتحط كرة قوية بتيجي في ايد حوات الصد وخارج الملعب 22 الاهلي 9 الزمالك. اثنين وعشرين عشرة. ارسال قوي واستقبال الكرة بتترفع وبتتحط من مايا ممدوح وبترجع تاني وبتتحط من مركز ستة في ايد اللاعبة نوران احمد وما تطلعش تفنس. 23 الاهلي 10 الزمالك في شوط تاني قوي وظهر ضغط لاعبي النادي الاهلي ومريم متولي وحوائط صد قويه للمره الثالثه او المره الرابعه من ايه خالد ودعاء محمد في تايم وتوقيت مناسب جدا. 24 النادي الاهلي 10 نادي الزمالك وتايم اوت وتغييرات موجوده. ارسال واستقبال وكوره قويه ومايا ممدوح بتحط كوره قويه من مركز اتنين بتعدل بيها النتيجه 11-24. على الارسال قدامنا مايا ممدوح ارسال قوي وخارج الملعب لتنهي الشوط الثاني 25-11. في شوط قوي ومثير وفيه قدامنا طبعا الجماهير المسانده محبي الكره الطائره بيشجعوا الفريق بشكل جيد جدا علشان شوط كان فعلا قوي ورائع. فاصل وان شاء الله نكمل الشوط الثالث معاكم في مباراه الاهلي والزمالك. انتهى الشوط الثاني من عمر اللقاء ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك 25-11. شفنا طبعا بعد ما عدل المدير الفني للنادي الاهلي وقفه اللاعبين والبوزيشن الكابتن ابراهيم فخر الدين وارسالات ميار خليفه في الشوط الثاني اللي كانت النتيجه 3-3 و الكونتر اتاك والترانزيشن بتاع النادي الاهلي والهجوم الضاغط اللي شفناه وحول التعادل الى فوز باكثر من 9 نقاط هو كان الفارق في الشوط الثاني. شوط ثالث ان شاء الله يبقى اخير من عمر اللقاء وتركيز واضح من نجمات النادي الاهلي على انهاء الشوط الثالث. ان شاء الله هيبقى هو المكسب والفوز الحليف باذن الله. كله بيتكلم في جهاز نادي الزمالك مع اللاعبات والتوجيهات واضحة جدا سواء من الكابتن أنور أو الكابتن أشرف أو الكابتن حسام وشايفين تغيير كده في صفوف النادي الاهلي. نزلت عالية ومريم ثروت
في مركز 2 وسارة ولسه يعني في كده الوقفة غريبة لسه مش عارفين مين هيلعب في أي مركز. أهو كده سارة أمين في مركز 4 ولا المعدة. طيب خلينا نشوف الزمالك. داليا المرشدي رجعت الملعب وحط المعدة في مركز 2 بدأ بيها في مركز 2 ويظهر في لخبطة في البوزيشن وتم عمل تغيير سريع قبل ما الشوط ينزل. عادي بتحصل. ارقام اللاعبين بيبقى فيه تغير. احنا قلنا تيتيانا طلعت بره الملعب ما كانتش موجودة في السكور يعني ده صعب جدا. داليا المرشدي على الارسال وارسال واستقبال وكرة من دعاء وكرة بتتشط من سارة قوية بتيجي بتلمس فيها و بتبقى نقطة. جماعة اللي بتحب تعرف تغييرات المعدين هو حط دعاء مكان تيتيانا حطها على لفة المعدة دعاء الغباشي وده ما كانش موجود في الشوط الاول والثاني. وكرة قوية وقدامنا بترجع تاني وكرة ايضا قوية بتتحط ولكن ديفنس جيد جدا وسارة امين بتحط كرة ممتازة وتاتيانا وقعت في الملعب ومش عارفين فيه ايه. اتزحلقت شكلها كده في الملعب اهو اتزحلقت وقعت. عادي ما الملعب بيبقى فيه ميه اهي. بصوا هي راجعه اهي وقعت. واحده واحده زال الارسال مع داليا المرشدي ارسال داليا واستقبال وكرة بتترفع ودعاء الغباشي بتحط كرة قوية وتفنس ولا اقوى وبترجع تاني ودعاء برضو بتشوط كرة قوية في حوائط الصد وخارج الملعب. دعاء الارسال واحد الاهلي واحد الزمالك في شوط ثالث بادي قوي واستقبال وكره بتترفع وكره قويه بتتشاط من مايا ممدوح ما بتعديش من انها كرة تيتيانا بحائط صد قوي جدا اهو. مفتاح لعب نادي الزمالك بيقف من تيتيانا دعاء الغباشي
ارسال واستقبال وكره بتترفع وملكة بتحط كوره ودفنس جيد وكره ثانيه وبتتشاط كوره قويه من جنب ايد حائط الصد من تيتيانا بتعدل بيها النتيجه 3-1. وما زالت دعاء على الارسال، ارسال قوي واستقبال من مريم، الكره بترجع وملكة بتشوف كوره ودفنس وبترجع تاني حوائط صد وبتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. مجهود طبعا فيرالي وكوره رايحه وجايه بشكل قوي. 2 الزمالك 3 الاهلي. ارسال واستقبال من ندى بكره تيتيانا تتحط بقوه خارج الملعب، عايزه تلف فيها من 4-4 ولكن طلعت منها بره الملعب. وعرق ارسال دانا، الكل بيحاول يلعب ارسال قدامنا اهو علشان وصار الامين وكره تانيه بترجع لتيتيانا تحط كره قويه بتيجي تاتش في ايد مريم وخارج الملعب. تنوع دعاء في الشوط الاول والتاني في بعض الكور بشكل جيد، اعتقد ان هو اللي فتح مجال للفوز. كرة تانية وإرسال، الكرة بتترفع وملكة بتشوط كرة قوية، تيتيانا بتاخد حائط صد في توقيت أكتر من رائع ما بتعديش وبتعدل النتيجة على طول. قدامنا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والاتحاد المصري للكرة الطايرة، كرة سريعة وبترجع تاني بتفنس ولا أجمل وبتتحط قوية وبتيجي مايا بتشوط كرة قوية وتفنس بشكل ممتاز وحائط صد ولا أروع، وتاني سارة بتشوط كرة من جنب إيد حوائط الصد ممتاز ممتاز ممتاز. حلول حلول موجود، حلول عند دعاء كتيرة سواء سارة أو آية أو دعاء بجانب تيتيانا طبعا. استقبال وكرة بتتشد ومايا طبعا اهو من جنب العصا الهوائيه، واعتقد تايم اوت بيجري المدير الفني حسام شكري. نادي الزمالك بيحاول في التايم اوت يقلل من الاخطاء. وفي تشجيع كده من الجهاز كابتن حسام وكابتن محمد انور والكابتن اشرف عبد العال مع لعيبه نادي الزمالك. واخد تايم اوت مهم، ميار خليفه هي اللي عملت الفارق بالارسال وارسال خارج الملعب. الشوط الثاني قدامنا في عتاب كده، ملكة على الارسال واستقبال من ندى وكورة وملكة بتشوط كورة قوية وحائط صد ولا أجمل وتاني ولكن خطأ
واضح، ولو ملاحظين حصل كده روتيشن تغيير، راحت مريم متولي في اتنين ومايا ممدوح في اربعة علشان حائط الصد، وارسال تاني خارج الملعب. مريم متولي حائط صد جيد، هيقدر يوقف تيتيانا، ولكن رجعت تاني وسارة أمين على الإرسال. إرسال قوي في الشبكة، ابتدى طبعا كله مستعجل، إرسال من هنا وإرسال من هنا. ندى مرجان على الإرسال، والاستقبال دلوقتي بسارة ودعاء وندى وليد، وتتيانا متجنبة من الإرسال. الاستقبال وقدامنا اهو، وكورة آية بتشوطها، علم الحلول السحرية آية خالد. آية خالد حل من الحلول السحرية، ظهرت في الشوط الأول ومكملة معانا في الشوط الثالث في كورة مهمة جدا. تتيانا على الإرسال واستقبال وكورة سريعة وبتتحط، وتفنس جميل، ودعاء بتعلي وبتدخل الكورة، دعاء الغباشي سهلة، ومريم مصطفى بتلعب كورة وتفنس من تتيانا جميل، وسارة الأمين وتفنس ولا أجمل، وبترجع تاني ومريم متولي، وندى وليد بتطلع كورة ممتازة، ودعاء بتشوت كورة قوية في ايد حائط الصد بينزل في النادي الأهلي. ولكن شايفين الرالي ثلاث كور ورا بعض رايحين جايين بشكل ممتاز جدا، وتفنس رائع وحوائط صد جيدة. سبعة الزمالك تسعة الأهلي. ارسال وسارة بتستقبل وكورة، وتاتيانا بتشوت كورة قوية جدا من مركز واحد، ولكن الحكم بيقول خارج الملعب وما لمستش حد. من واحد، ما بين واحد وستة كده. ارسال قوي من سارة تستقبل، ودعاء بتشوط، ومريم مصطفى غيرت شكل الديفنس شوية بعد ما نزلت، وكرة قوية وحل اهو آية تاني. وملكة بتشوط كورة خارج الملعب مرفوعة، يعني مش مظبوطة، ولكن ابتدى يبقى فيه ديفنس واضح. عشرة الأهلي تمانية الزمالك في شوط ثالث قوي ومثير. آية خالد، آية خالد، ومريم بتستقبل وكورة بتتسقط، وفي فراغ في حوائط الصد واضح، خلف حوائط الصد اهو الكفرات، المساحات طويلة قوي. شوط ثالث مهم وكله مترقب يشوف هيمشي ازاي. مريم متولي ارسال واستقبال من دعاء، وكرة بتترفع، وتتيانا بتشوت كورة من مركز واحد بتحطها جنب ايد حوائط الصد في الملعب بشكل ممتاز.
تيتيانا في وقت مهم بتقدر ترجع الفارق. دعاء محمد ارسال واستقبال وكوره بتترفع تو. شايفين الديفنس، شايفين الحلاوه بتاعت الديفنس اللي موجوده في صفوف النادي الاهلي. ولازم الديفنس جيد، لازم يبقى فيه اتاك جيد بعديه على طول. من احسن ما يميز النادي الاهلي الترانزيشن بتاعه بشكل ممتاز، ديفنس بيطلع في وقت قاتل وبيتعمل بعديها هجمة منظمة. ساعات تيتيانا تروح في ستة، وساعات لما بتبقى سارة أمين ورا بتوديها في مركز واحد وسارة هي اللي بتشيل مركز ستة، بتفرغها للضرب الخلفي. ارسال قوي واستقبال وكرة بتترفع وميلكا بتشوط كرة وتفنس ولا أجمل زي ما قلت لكم، وتاني كرة وتفنس برضو. وشايفين القتال في الديفنس هو اللي منجح صفوف النادي الأهلي. بيطلع كرة قوية وبيقدر يعمل منها اهو، شايفين بترمي نفسها على الكورة عشان توقفها بس. طبعا المية دي اللي موجودة في أرضية الملعب أكتر حاجة تعمل مشاكل. لا قدر الله تزحلق اللعيبة. التعليمات والتوجيهات على طول طول المباراة من المدير الفني وتنفيذ خطط الجهاز الفني. داليا المرشدي ارسال واستقبال وكرة بتترفع وقوية من سارة امين في يد حائط الصد المكون من دانا شوقي وداخل الملعب. اهو دانا شوقي ونادى مرجان داخل الملعب. 13-10 وكرة تانية من مرجان وحائط صد ولا احلى ولا اقوى من ميار خليفة. و14-10 شايفين طالع سارة امين بتساعد مع ميار كمان في حائط الصد. تايم اوت بيجري المدير الفني لنادي الزمالك الكابتن حسام شكري. وما زلنا طبعا قدامنا دعاء الغباشي 14-10. وارسالها القوي المميز مريم متولي وميلكا بتشوط كرة قوية من جنب ايد حوائط الصد في مركز خمسة. و11 الزمالك 14 الاهلي. ارسال دانا وتيتيانا بتستقبل وبتشوط كرة قوية وحائط صد خارج الملعب. 15 الاهلي 11 الزمالك.
دار خليفة ارسال قوي واستقبال وكرة وبتتشط بقوة وحاط صد وبترجع تاني وتاني برضو ديفنس ولكن المرة دي زي ما انتوا شايفين اهو ما تطلعش الكرة بشكل جيد وملك على الارسال وندى وليد وكرة بتيجي ودعاء غباشي ومريم مصطفى بتطلع ديفنس وبتحط كرة متسقطة مريم متولي وتاتيانا بتشوط كرة قوية فتحة وقت الصد وخارج الملعب بتحاول تبعد الفارق 16 الاهلي 12 الزمالك بقوة واتقان لكرة قوية جدا صار الامين ومريم بتستقبل ومتولي بتشوط في حوات الصد خارج الملعب بيحاولوا يبقى فيه تركيز بتنزل سابين حسن على الارسال مكان داليا وارسال واستقبال من تيتيانا وكرة تانية وكرة قوية وبترجع ودانا بتعلي الكرة بتتشط بقوة من متولي وبترجع تاني مريم بتشوط الكرة قوية وتيتيانا بتطلع ديفنس بتحط كرة بتسقطها بشكل رائع وزي ما اتكلمنا وقلنا ان في ديفنس من النادي الاهلي شكله جيد جدا خلف حوات الصد في فراغ واضح ما بين حوات الصد والديفنس خلف صفوف نادي الزمالك 17 الاهلي 13 الزمالك تتيانا على الارسال وارسال قوي واستقبال وكرة سريعة بتتشاط وتفنس ولا اجمل وبترجع تاني وتاني مايا ممدوح وندى وليد المتألقة ودعاء وشايفين الديفنس برافو ديفنس اكتر من رائع برافو كرة تانية بتتسقط وندى وليد شايفين بتطلع الكرة منين من على خط التلت وتاني متولي بتشوط كرة خارج الملعب الديفنس مفتاح سر صفوف ونجاح النادي الاهلي الديفنس واضح جدا بلوك قافل كويس وديفنس وراه مقفل الملعب لغاية لما تخسر هي النقطة أداء مميز وتعليمات للمديرين الفنيين بشكل جيد ده التفاصيل البسيطة اللي بتفرق فريق عن فريق ولعيب عن لعيب تتيانا والإرسال استقبال ملكة وكرة بترجع لها تاني من ستة وتفنس من ندى وليد ممتاز ودعاء بتسقط كرة وبترجع تاني مريم مصطفى ومريم متولي بتشوط كرة قوية يعني في مكان بصوا طالعة كرة برة بتحطها بريست ايديها دعاء كانت فاتحة معاها مايا ممدوح وارسال واستقبال من ندى وكرة من واحد وبتتسقط من تيتيانا وبترجع تاني وملكة بتسقط كرة وحركة الديفنس بشكل جيد والمرة دي ضرب جامد و
كرة أكتر من قوية من دعاء الغباشي، شايطة كرة في مركز خمسة بعيد عن إيد حوائط الصد. فرحة عارمة ومكسب قريب، وإن شاء الله شوط يحسم للنادي الأهلي. آية خالد على الإرسال. إرسال قوي واستقبال، وكرة بتتسقط وتفنس جميل، ودعاء بتشوط كرة قوية وبترجع تاني مريم متولي، ودعاء بتسقط كرة، ومتولي بتسقط برضو كرة. خلاص لازم يبقى في تغيير حلول، المرة دي كرة سريعة من داليا المرشدي، ولكن شايفين القتال في الديفنس عنوان النادي الأهلي. مريم بتخلص كرة حطتها بقوة من 4 في 5 اهي. ما تعملهاش حاجة، وكانت متقدمة شوية تيتيانا. متولي على الإرسال مريم. 15 الزمالك 19 الأهلي، وندى وليد، وتيتيانا من 1، وكرة في إيد حوائط الصد وخارج الملعب. أهو قلب الملعب بشكل رائع دعاء محمد. طبعا فارق واضح جدا. دعاء على الإرسال واستقبال من مريم، وكرة قوية من داليا، ودفنس طالع وكرة ولا أقوى، وأيضا ديفنس برضو من حائط صد. وبصوا حوائط الصد قوية ازاي، والديفنس بيتشد كرة الملكة بتحطها من مركز 4 من جنب ايد حوائط الصد، لسه مستمرة اهو، مستمرة بقوة وبتنزل. نور عزمي وتايم اوت بيجريه المدير الفني كابتن ابراهيم فخر الدين. الخمس نقط دولت مهمين جدا، لازم يتنفذ تعليمات المديرين الفنيين، بيحاول يهدي الملعب شوية. بيستقبل بدعاء وندى وسارة أمين، ومفضي تيتيانا للضرب أهو. دعاء بتشوط كرة قوية، طبعا طبعا ندى مرجان متثبتة ما راحتش معاها أهي. مايا ممدوح ما تقدرش تعمل لها حاجة، والبوزيشن ده كان لازم يحصل فيه كده علشان يعدي، ورفع غلط في وقت قاتل من دانا شوقي. طبعا كل الجماهير والمحبين، الفرق زاد، وكرة تانية وملكة، وكرة بتتشط خارج الملعب، نقطتين تفصلنا عن اللقاء، ودرع بطولة الدوري العام المصري.
مجهود كبير واضح داخل صفوف النادي الاهلي واستقبال وكرة تانية وتريبل بلوك وكرة جاية وبترفعها ندى وسارة بتشوط كرة جميلة والناحية التانية مايا بترد بحائط صد وخارج الملعب الملعب في وقت طبعا بتحاول تضيع ارسال 24 النادي الاهلي 17 نادي الزمالك ونقطة تفصلنا عن اللقاء وارسال قوي واستقبال وكرة سريعة وبترجع بتفنس وآية بتعلي وسارة بتشوط ولكن حائط صد ما زال مايا ممدوح و سعيد ندى مرجان خليك جاهز عشان الموضوع اهو وما زلنا لسه في نقطة مهمة ملك على الإرسال وإرسال واستقبال وكرة بتترفع وتتيانا بتشوف كرة قوية ولكن خارج الملعب بتقول لها زق الكرة على الشبكة تايم اوت طبعا يجري المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين عشان نقطة مهمة سامعين وعقد تقول نقطة على الدوري ارجع ارجع التركيز مهم جدا خليك كده اهو وما زالت ملك على الارسال وارسال ودعاء و تيتيانا بتشوط كرة قوية جدا 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 ليتوج النادي الاهلي بطلا لمسابقة الدوري المصري 23-24 الف مبروك الف مبروك فوز النادي الاهلي في المباراة الثالثة وحسم بطولة الدوري العام المصري وبكده مستمعينا ننتقل بكم الى الاستوديو والزملاء مريم سميح والكابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم.